السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة من حديث الصحافة، والبداية بأبرز عناوين المواقع الإلكترونية الإخبارية، فإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين ونبدأ بالمصدر أونلاين. المصدر أونلاين: صنعاء أمطار غزيرة وسيول تودي بحياة شخصين وتتسبب بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات. المتحدث باسم الحكومة: ميليشيا الحوثي تعاملت مع هدنة التحالف والحكومة باستهزاء وصعدت من هجماتها العسكرية. محافظ حضرموت افتتح مستشفى الحميات ومركز معالجات حالات كورونا ويوجه بتحويل مبلغ مالي للعالقين بالخارج. قتلى وجرحى في مواجهات بين العمالقة والحزام الأمني. القات يصل عدن متجاوزا قرار منعه، والحركة تتثاقل في المدينة بعد إغلاق أسواق ومطاعم ضمن إجراءات كورونا. البيضاء: اشتباكات في الحازمية تسفر عن مقتل قيادي ميدان حوثي وإصابة وأسر مجرى المحافظ الحوثي وحفيده. الحراك التهامي السني يتوعد بملاحقة الحوثيين بعد تنفيذهم حكم الإعدام بحق أبناء تهمة. مقتل جندي وإصابة اثنين من القوات الحكومية في كمين نصبه مسلح تابع للمجلس الانتقالي جنوب شرق أبيان. الصحونت: إصابة امرأة مسنة برصاص قناص حوثي في تعز. التحالف يرصد 95 خرقا حوثيا لقرار وقف إطلاق النار. أسر الصحفيين المختطفين تطالب العالم بتدخل الإفراج الفوري عنهم. بسط 122 اعتداء حوثيا جديدا على مواقع الجيش. لجنة حماية الصحفيين الدولية تطالب بإبطال القرار الحوثي بحق الصحفيين المختطفين. وكالة سبا: رئيس الوزراء يرأس اجتماع المشتركة للجنة الوطنية للطوارئ والمحافظين. افتتاح مستشفى الحميات ومركز معالجة كورونا بمدينة المكلا. محافظ شبوة يتفقد سير العمل في مشاريع الطرق بعتق. 123 اعتداء حوثيا على مواقع الجيش الوطني في مختلف الجبهات. تدريب كوادر الهلال الأحمر اليمني بعدن عن مخاطر كورونا. التعليم الفني تدين الاعتداء الذي تعرض له منزل نائب الوزير. حملة إرشادية وتوعوية عن كيفية الوقاية من كورونا بعدن. مجلس الوزراء يدين بشدة اقتحام منزل نائب وزير التعليم الفني. توزيع 260 سلة غذائية للنازحين من صعدة إلى مارد. سهيل نت: رسالة من أسر الصحفيين المختطفين تناشد لتحرك عاجل لإنقاذهم. القوات المسلحة ثابتون بمواقعنا، وميليشيا الحوثي ترفض الهدنة قولا وفعلا. فريق أجنبي يصل حضرموت لفحص المخالطين لمصاب كورونا وتحذيرات من تدفق الأفارقة. الجيش يرد على 69 اعتداء للميليشيات 24 ساعة في عدة جبهات. ميليشيا الحوثي تصعد في الحديدة والبيضاء والجيش يرد. الحكومة تؤكد دعم السلطة المحلية في صقدرة لحفظ الأمن والاستقرار. إدانة حكومية لاقتحام منزل نائب وزير التعليم الفني وتوجيهات لتعقب الجنها. الحكومة: ميليشيا الحوثي تستهتر بالهدنة وتصعد اعتداءاتها وقواتنا قادرة على الرد. الدكتور ياسين: الحوثية غبار الموت الذي هب على اليمن. صحيفة خليجية: اليمن على مفترق طرق وميليشيا الحوثي لا تلتزم بأي اتفاقات. سبتمبر نت: ناطق الجيش: ميليشيا الحوثي ارتكبت 242 اعتداء على مواقع الجيش منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. اللواء بحيبح يشدد على مضاعفة الجهود والاهتمام بجرح الجيش في ظل تفشي كورونا عالميا. خلال 24 ساعة رصد أكثر من 123 اعتداء حوثيا على مواقع الجيش في مختلف الجبهات. قوات الجيش تفشل تسللا للميليشيات الحوثية في جبهة مهم. في ظل الهدنة اعتداءات حوثية متكررة على مواقع الجيش في جبهة فضحى شرق البيضاء. دائرة الخدمات الطبية العسكرية تدشن دورات في طرق الوقاية من فيروس كورونا لكافة المناطق العسكرية. إذن الآن إلى الصحافة العربية والعالمية، ونبدأ بأبرز ما جاء من عناوين من موقع الوطن السعودية. الوطن السعودية: انتزاء 1401 لوم و810 سلال لثلاث محافظات يمنية. الشرق الأوسط: التحالف الحوثيون احترقوا وقف إطلاق النار 95 مرة خلال 24 ساعة. العربية نت: التحالف 95 انتهاكا حوثيا وملتزمون بوقف إطلاق النار. التحالف 241 خرقا لوقف النار من قبل الحوثيين. الاتحاد الدولي للصحافة يتوعد الحوثيين بالجنائية الدولية. مجلس الأمن يرحب بإعلان التحالف وقف النار في اليمن. إذن الآن إلى مقالة الرأي والتحليل، وبداية من هذا المقال لحسن الفقيه الذي تحدث فيه عن محاكم التفتيش التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية. قبل 4 سنوات تماما وبالتاريخ، تعرض الصحفيون العشرة عبد الخالق عمران ورفاقه إلى صنوف من التعذيب الجسدي والنفسي في احتياط هبرة، حيث تم وضعهم في زنازين منفردة وتعرضوا للتقييد والتعليق والضرب المبرح.
جل الزملاء إن لم يكونوا كلهم يعانون من أمراض وإصابات بالغة جراء ما تعرضوا له خلال فترة خطافهم. للواحد أن يتصور كيف يمكن لهؤلاء الوحوش المتجردين من الإنسانية والرجولة أن يتعاملوا مع صحفيين عزل هم في نظر زعيم العصابة الفاشية أخطر من المقاتلين. لنا أن نتخيل ماذا أبقى جلاوزة وجلاد زعيم الإجرام من شتى أنواع التنكيل والعذابات إلا وجربوها مع عشرة من أنقى وأنبر شباب اليمن. يتظل هؤلاء المتوحشون يتعاملون مع صحفيين زعمت عصابة الردة والكهنوت أنهم كانوا يقومون بأعمال تعيق الصناعات الحربية ويزودون العدوان بإحداثيات، والحقيقة أنها تهم موزعة وجاهزة لكل حملة الأقلام والصحافة ولكل يمني لا يزال يرفض أن يسلم عقله لهرطقات وخزعبلات دجال الكهف المختبئ. ذات مرة سألتني طفلتي رؤوفة في السادسة من عمرها: ليش الحوثي يدور عليكم ويريد حبسكم؟ وليش تقع صحفي؟ وكلها تساؤلات بلا إجابة. حتى وإن كنت تملك إجابات لها فإن صدمة التساؤلات تبقيك مذهولا. وأتذكر أنه بمجرد أن كانت تشاهد رؤوفة أي عساكر أو جنود تذعر وتخاف ويخالها اعتقاد بأنهم حوثيون وبأنهم يمكن أن يقوموا بأي أذى. فكل صحفي لا يصرخ ولم يعكف على تشرب الملازم الخمينية فهو عدو وخصم لدود وعرضة للقتل والتنكيل والإعدام في زمن عصابة الكهفيين الأوباش. كل يمني لا يزال يرى وينظر لهذه الخرافة بشيء من الاحتقار والرفض، فهو في نظرهم عميل ومنافق وطابور خامس يستحق القتل والصلب. الحوثية فكرة ضد العقل والمنطق والعلم والتعايش والنور، ضد أن تكون إنسانا مستقلا لك الحق في قبول ورفض كل فكرة غير قطعية. لم تكن أحكام قتل الحوثيين بحق الصحفيين هي الأولى، فقد قتلت الجماعة ووضعت العشرات منهم دروعا بشرية، لكن أحكام القتل الجماعي ليست الاستكمال لصورتها الجلية القائمة على القتل والإعدامات لكل اليمنيين على السواء. في زمن الفاشية الحوثية رجعت الصحافة في البلاد عقودا للخلف، فلا صحافة ولا صحفيين في مناطق سيطرة دجال الكهف، بل تعدى إغلاق الصحف وحجب المواقع والتنكيل بالصحفيين إلى التحريض على رواد مواقع التواصل فيسبوك باعتباره منصة تشوش على صراخات وصراخات عبد المعصرة. وفي نهاية المطاف تقرر الفاشية الحوثية نصب محاكم تفتيش للصحفيين في سجونها وإصدار أحكام قتل أمام مرأة ومسمع من العالم. موجع ومرعب في آن أن ينتهي إلى مسامي أطفال وأهالي زملائنا بأن العصابة الكهنوتية قررت إعدام آبائهم بعد سنوات من الفقد والحرمان وانتظار خروجهم لمعانقتهم بكل لهفة وشوق. يوما ما سيعانق زملاؤنا فجر الحرية وتبقى لعنتنا ولعنة كل أحرار العالم تطالب هذه العصابة المأفونة الشريرة والمارقة. المقال التالي لوزير الإعلام الدكتور معمر العرياني تحدث عن قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية بإعدام الصحفيين، وقال بأنه استهداف للصحفيين وكذلك للسلام في اليمن. أشير المقال على موقع صحوة نت، نتابع ماذا كتب عن هذا الموضوع وزير الإعلام الدكتور معمر العرياني. بينما يتطلع اليمنيون إلى التحركات الدولية من أجل وقف شامل لإطلاق النار والاستعداد للحوار لإنهاء الحرب الأهلية والمعاناة، فوجئنا بحكم الإعدام الصادر من الحوثيين ضد 4 من أصل 10 صحفيين محتجزين منذ يونيو 2015 ويحاكمون بتهمة ملفقة. وتشير أحكام الإعدام غير القانونية الصادرة عما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة إلى قضايا الإرهاب ضد الصحفيين عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري. ووفقا لمحامي الدفاع كانت محاكمة صورية تفتقر إلى العدالة والنزاهة. إن الحكم استفزاز لليمنيين وتحدي سافر للمجتمع الدولي في ضوء دعوات إنهاء الحرب وإحلال السلام، ولا تعكس الأحكام الجرائم المنظمة البشعة التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من إيران فحسب، بل أيضا انعدام حرية الرأي والتعبير وتصفية المعارضين بمن فيهم الصحفيون لإخفاء جرائمها، كما تعكس أيضا جهود المتواصلة لنسف أي جهود للتهدئة وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار، فضلا عن المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل باستخدام اليمنيين الذين يعانون كورقة مساومة. ومنذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014 تعرض الصحفيون ووسائل الإعلام لحملات واسعة من القمع والانتهاكات، وحولت سيطرة الميليشيات على المناطق التي تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة ذات صوت إعلامي واحد، ويمجد هذا الصوت قادة الحوثيين ومطالبتهم بالحق الإلهي في الحكم، بالإضافة إلى الأساطير والشعارات المستوردة من إيران والتي تم استخدامها لخداع الناس وحشدهم بحجة محاربة أمريكا وإسرائيل بينما يقاتلون اليمنيين ببساطة. لا أبالغ إن قلت إن الإعلام اليمني دخل أسوأ عصوره بعد انقلاب الحوثيين، ولم يشهد البلد قط مثل هذه الانتهاكات التي ترقى كلها إلى جرائم حرب ضد الصحافة من خلال اختطاف المؤسسات الإعلامية وإلغاء حرية الرأي والتعبير، من خلال موجة ممنهجة من القمع والانتهاكات التي تضرر منها الصحفيين من جميع الانتماءات السياسية. وكل من يعارض أو ينتقد زعماء الحوثيين ومشروعهم الظلامي المستورد من إيران يتعرض لخطر الاختطاف والسجن والتعذيب، مما يتسبب في إعاقة دائمة والقتل بدم بارد.
بلغ عدد القتلى 40 صحفيا، ومن بين القتلى محمد العبسي الذي قتل بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون، والمذيعة جميلة جميل، والصحفي محمد اليماني، ومئات المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا. نتذكر جميعا كيف قصفت ميليشيا الحوثي محطة التلفزيون بعد أن غزت صنعاء، مما عرض حياة أكثر من 300 صحفي وموظف للخطر. وبعد السيطرة الكاملة على العاصمة، أغلق الحوثيون 329 مؤسسة إعلامية بما في ذلك مكاتب القنوات العربية والدولية، وحظروا أكثر من 165 موقعا على الإنترنت. استخدم الحوثيون الصحفيين كدروع بشرية، واحتجزوهم في مواقع عسكرية تستخدم لإطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع. لقد أجبروا مئات الصحفيين على ترك منازلهم وقراهم وعائلاتهم هربا من الملاحقة، وهددوا عائلات المختطفين بالاعتقال إذا تحدثوا عن ظروف اعتقال أقاربهم وأشكال التعذيب التي يعانون منها. أما الصحفيون العشرة الذين حكموا فقد مارست عليهم ميليشيا الحوثي خلال السنوات الخمس التي تلت اعتقالهم جميع أشكال الإساءة والتعذيب، واحتجزتهم في الحبس الانفرادي وأخذتهم قسرا لشهور بحرمانهم من الزيارة والعلاج والملابس، وجعلتهم يعيشون في ظروف غير إنسانية. وتؤكد أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة التي ظهرت في العلن بفضل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لتحقيق تبادل الأسرى تنصر الميليشيا من التزاماتها، كما تسلط الضوء على إصرارهم على مواصلة التصعيد السياسي إلى جانب التصعيد العسكري، في حين أن الحكومة المعترف بها دوليا حريصة على السلام وتبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة التهشي الوشيك للفيروس التاجي كورونا. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من هذا المشهور للدكتور عبدو مغلس الذي كتب عن غياب ثقافة السلام لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية. عند قراءة الجذور الثقافية والفقه المغلوط المكون للإمامة والتشيع، نجد أنه لا يحمل السلام، فهو قائم على العنصرية والعرقية شأن النازية والفاشية والصهيونية. فأوروبا والعالم لم يصنع السلام إلا بهزيمة العنصرية النازية والفاشية، وفلسطين والعالم العربي لم يعرف السلام لليوم مع العنصرية الصهيونية. السلام ثقافة إيمانية وقرآنية قام عليها دين الإسلام، يهدف سلام الإنسان مع نفسه ومع الآخر والكون. فلقد خلق الله الكون ومخلوقاته ووضع ميزان سلام للعيش والتعايش، ومنع الإنسان من الطغيان في ميزان خلقه أو خسرانه. ذلك هو جوهر الإسلام وحقيقته القرآنية، لكن يفهمه مدعي المسيرة القرآنية، مشروعهم الإمامي مرتكزاته فقه مغلوط، أخرج الإسلام من جوهره ودوره، ونقل جوهر الإسلام من حقيقته الرحمانية إلى حقيقته الشيطانية، ومن أوامر الرحمن بالمحبة والعيش والتعايش والأخوة الإنسانية إلى أوامر الشيطان بالفحشاء والبغي والعدوان والكراهية والحروب والعنصرية والفقر. هذه الغواية الشيطانية مثلتها في اليمن الإمامة الحوثية بفقهها المغلوط، فقد ادعوا الخيرية والاستفاء على اليمنيين بادعاء عنصرية الأصل والنسب وأفضليته على آدم بأصله الترابي، وشرعوا للإمامة جذور فقهية مغلوطة ومكذوبة أطلقوا عليها الوصية والاستفاء وأهل البيت وآل محمد والعترة، وليجمعوا أدلة دائمة حرف القرآن ودلالته وتقول الكذب على الله ورسوله، ليجعلوا من إمامتهم أصلا من أصول الدين، ومن لا يؤمن بها ولا بالأئمة فهو كافر مخلد في النار. ولهذا قام انقلابهم على تكفير اليمنيين، وقامت حربهم على اليمنيين تحت شعار حملة أشدة على الكفار. مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد منتغر له منشور على صفحته بالفيسبوك تحدث عن جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن. جرائم الحوثيين لن تتوقف عند حد، فقد نشأ الحوثيون حركة تمرد عنصرية سلالية مسلحة قاتلة مارست القتل مخالفيها، بما في ذلك الذين ينتمون إلى فكرة الحركة وأساطيرها. علينا أن نرفض ونقاوم أحكام ما أسموه بالقضاء والتي قضت بإعدام الصحفيين الأربعة عمران والوليدي وحارث ومنصوري وسجن آخرين، وأن نستمر في الرفض، فصبح الحرية آتي وليلهم حتما سينجلي ودماء الأحرار ستكتب يوما إعلان النصر. ووزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية تحدث معلقا في منشور له على الفيديو الذي ظهر فيه أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني مستنجدا بميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن وتعليق الأمال عليهم. فيديو لأحد عناصر ميليشيا الحشد التابعة للحرس الثوري الإيراني وهو يستمع لزامل حوثي يهدد بالثار لمقتل سليماني، ليؤكد العلاقة الوثيقة بين الطرفين كأذرع للمشروع التوسعي الإيراني والمزاعم التي أفصح عنها قذر طهران عن السيطرة على العاصمة العربية الرابعة في استفزاز لمشاعر وكرامة اليمنيين. المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبين باتخاذ موقف حازم إزاء التدخلات الإيرانية في اليمن واستمرار دعمها السياسي والعسكري والإعلامي للميليشيا الحوثية وعرقلتها للجهود التي تبذل لخفض التصعيد وإنهاء الحرب وإحلال السلام المبني على المرجعيات الثلاث. عادل دشيل أيضا على صفحته بالفيسبوك تحدث عن جرائم ميليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن.
التمرد المسلح الذي يقوده الحوثي وجماعته لم ولن يسقط الشرعية السورية للدولة اليمنية. صحيح أن عصابته مسيطرة على العاصمة صنعاء، لكن يبقى الوصف القانوني لها عصابة تمرد، ومثلها تم إنهاء التمرد اليوم في مدن الغرب الليبية. سينتهي التمرد غدا في صنعاء، ما علينا سوى دعم الجيش والمقاومة. نسرين الأصبحية الأخرى غردت عن الموضوع ذاته وقالت كيف حولت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدارس إلى مدارس والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية، وفي إطار الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني. نتابع عهد الحوثيين ونوثق ما استطعنا. زرع الألغام بعشوائية، تحويل المدارس والمستشفيات لثكنات عسكرية، اختطاف وإخفاق المعارضين، سرقة معونات النازحين. لا مدى لهوة حقدهم وعمق تخلفهم. إنهم لعنة اليمن وهامش التاريخ. إنهم الجينات المشوهة من الشعب اليمني الأصيل. صور من فيلم ماذا بقي مني. الدكتور صالح حسن سمية له تغريدة عن بطولات أبناء الشعب اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية. يا عبد الحوثي، كان العربي قديما يخرج إلى ميدان القتال ويتحدى خصومه أن ينازلونه بقوله، هل من مبارز؟ وكان من العار ألا يخرج فارسا شجاعا لمنازلته. أهو رجل ثمانيني مهني أجدعي يناديك من الميدان لمنازلته، فهل تخرج من كهفك وتقبل تحديه؟ لا أظنك تسمع فتسارع. فيصل المجيدي تحدث عن ثقافة ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لا تعرف سوى الغدر والخيانة والقتل والتدمير والتشريد لأبناء الشعب اليمني، ومعلقا آماله وكله يقين بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية سوف تدحر من اليمن. لا يوجد لدي أدنى شك أننا يقينا سنسترد صنعاء، وسيصل الأبطال إلى جرف النازل الحوثي واقتلاع جذور هذه الجماعة للأبد إن شاء الله. لا يراهن على صبرنا، فقد استمر نضال صلاح الدين الأيوبي 20 سنة لاسترداد القدس، وقدسنا صنعاء، ولن نيأس أبدا ما دام فينا روح تنبض، وهذا يقين كل اليمنيين. محمد الجرادي له تغريدة عن استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لآثار وتاريخ اليمن. طبعا لدى جماعة الحوثي الأسباب لهذا الفعل الإرهابي الذي يمثل اعتداء صارخا على مشاعر كل يمني معتز بهويته وتاريخه. فقلعة القوباء كانت إحدى الحصون التي يحتمي بها ثوار 26 سبتمبر 62 من بطش الإمام، وإلا ما الذي دفع الجماعة لتفجير معلم تاريخي تحت سيطرتها ولا يمثل أي خطر عليها. بشرى عبد الرب لها تغريدة عن اختطاف ميليشيا الحوثي الانقلابية قرابة 40 شخصا من المواطنين وأبرياء اختطفتهم ميليشيا الحوثي الإجرامية. ميليشيا الإرهاب الحوثية تختطف أكثر من 40 شخصا بريئا اليوم في البيضاء، جميعهم من التجار والصرافين وغيرهم ينتمون لمديرية الصومعة. ليس لهم أي ذنب غير انتمائهم للمديرية التي أسر فيها ابن المحافظ الحوثيين أثناء تسلله مع قيادات حوثية للصومعة. وإبراهيم عبد القادر له تغريدة عن استهداف الهوية اليمنية من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. الحوثي يحارب هوية اليمن وعقيدته الجمهورية ولاءه العربي، يمعن هؤلاء الكتن بطمس كل شيء له علاقة بتاريخ وحضارة اليمن، آخرها تفجير قلعة القباء بحجة التي أصبحت أثرا بعد عين. القلعة التي كانت الحصن الذي يحتمي به ثوار 26 سبتمبر 62 من بطش الإمام الهالك، حقد سلالي ممنهج لن ننساه. ختام هذه الجولة بتغريدة لعامر الحميقاني الذي قال بمن يقاتلون في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، فإن ميليشيا الحوثي الانقلابية آئلة إلى الزوال وسوف يبقى اليمن. رسلنا رسالة إلى مشايخ وعقلاء البيضاء الذين يتعاملون مع الحوثي، استجاب البعض وسحب أفراد قبيلته، البعض لا زال يعاند لأجل كرسي، والنتيجة محافظ الحوثي يفقد ابنه وابن بنته. وقيادي متحوث من رداع، نكرر الرسالة، عودوا، سينتهي الحوثي ومعه مناصبه وأمواله، لن يبقى إلا اليمن. انتهت هذه الجولة، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.